السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم. من أبو قير نشوف مع بعض أول أعمدة المترو الجديد، المنطقة المسار العلوي للمترو اللي واخد من أبو قير لحد محطة الدهرية أو لحد محطة كفر عبده. 600 عمود يا جماعة من أبو قير لحد الدهرية هيحملوا المسار العلوي للمترو. عندنا محطة أبو قير، محطة الأكاديمية، الإصلاح، والمعمورة، المنتزه، والمنظرة، وميامي، ومحمد نجيب، وسيدي بشر، والعصفرة، وفاكتوريا، وبريال، وبكوت، والظهرية. دول اخر المسار العلوي للمترو. وبعد كده عندنا بقى كفر عبده، محطة جديدة، سبورتنج محطة جديدة، الحضرة، باك شرقي محطة مصر. يعني المترو عندنا واخد من ابو قير لحد الدهرية علوي. ان شاء الله هتعمل 600 عمود. العميد برق الزهرة الحمد لله هيت. في عواميد من اول ابو قير لحد الطفن، بين كل عمود وعمود حوالي 50 متر زي ما انتم شايفين قدامنا وقدامكم. انا مصور من جوه المحطه ومصور من بره من على السور، والعمال شغالين والدنيا ماشيه الحمد لله، ربنا يسهرب. ودي بص يا جماعه مسات بديله للمترو عند محطة قطر أبو قير القديمة. عاملوا برضو باصات بديلة على المترو. الباصات ديت ب8 جنيه من أبو قير لمحطة مصر، ومن أبو قير لبحري، ومن أبو قير لسيدي جابر، وأبو قير لمحرم بيه. وفي برضو مشاريع عادية. بصوا هنا، بصوا دي المحطة، الحتة اللي ما بين طوسن وأبو قير. شغالين هي الأعمدة باينة ظاهرة. دي بين طوسن وأبو قير. المتر دوت يا جماعة هيكون سرعته 80 متر في الساعة. التقاطر ما بين القطر والقطر أو المترو والمترو حوالي 2 أو 3 دقايق تقريبا، 2 أو 3 دقايق إن شاء الله. هو بصوا المترو حوالي 20 كيلو متر ب 20 محطة. يعني المفروض ان بين المحطه والمحطه كيلومتر تقريبا، عشان كده هم لغوا محطه الرمل الميري عشان المسافه ما بين فاكتوريا وبريال قصيره، فلغوا محطه. ده الشارع اللي بيطلع من أبو قير لحد المنظره. انا حاولت اصور كل المنطقه كده من جوه المترو ومن بره الشارع عشان نشوف اللي بيحصل. خير ان شاء الله. هو حوالي 600 عمود تقريبا زي ما قالوا. وكان في كلام ان المترو هيختصروا المده من 30 شهر لحد 26 شهر. هو بدا في يناير 2024، يعني ان شاء الله على نص 27 يكون المترو شغال. رحنا العلوية يبقى لها سلام كهربائية وسلام عادية. ضفنا كمان 5 محطات جديدة، باب شرقي، وسبورتنج، وكفر عبده، ومحمد نجيب، وميامي. بالإضافة للمحطات القديمة يعني كده وصلنا حوالي 20 محطة إن شاء الله. يعني إن شاء الله بس شايف شغالين كويسين جدا. العواميد هنا خلصت، وسيدي بشر بيعملوا الخوازيق، برضه باكوس بيعملوا الخوازيق. ان شاء الله كل يوم نصور محطه ونشوف اللي بيحصل فيها. والحمد لله انا مش شايف اي ازالات، يعني ما فيش اي ازاله حصلت. المترو هيمشي في النص ما بين البيوت وبين المحلات. ان شاء الله ما فيش اي ازاله هتحصل ان شاء الله. نطمن كده يا جماعه، وكله قاعد في بيته ان شاء الله، ما حدش هيطلع. يا رب كده كله بخير. هنا ما بين أبو قير وبين طوسن.
لكن شغالين الصراحة بسرعة يعني. بدأنا في 5 يناير، القطر وقف في 5 يناير وبدأوا يزيلوا القضبان ويزيلوا المحطات. هو كده طريق ممهد خالص يعني. ده محطة طبيب من بره، هم حاطين زي كده حواجز خرسانية عشان ايه يعني محدش يضايقهم هما بيشتغلوا. كده الطريق يعني احنا على شمالنا هنخش كده ايه على شاطئ ابو هيل الحي اللي كان فيه بلاريس، والحي ده الجامع بتاع ابو هيل. ما اشتغلش برضه الحمد لله في شهر الشيال. شايفين المشتان كان محطة ابو هيل اللي هي اخر محطة في المترو، في معين برضه ان هو ممكن يمتد لحد من ابو هيل، يزودوا محطتين ثلاثة من هنا لحد من ابو هيل بحيث يخدم المنطقة كلها. وإن شاء الله في المرحلة الجاية في مرحلة من محطة نصر لحد الماكس، وبعد كده مرحلة تانية من الماكس لحد 21 أو لحد برج العرب إن شاء الله. الحتة دي برضو يا جماعة في موقف الباصات اللي هي واخدة من أبو قير لمحطة نصر وأبو قير لحد بحري ب8 جنيه الباص، يعني كل حاجة متوفرة إن شاء الله. يا رب دايما بخير وسعادة يا جماعة مع بعض إن شاء الله يوم بيوم كده، ونشوف التطورات اللي بتحصل واللي بيجرى في المترو، وإن شاء الله كل ما حاجة تحصل جديدة هنبلغكم بيها. شوف بقى يا جماعة اللايك والاشتراك والشير لأصحابكم حباب اسكندرية. ده في سكن واحد محطة مصر أبو قير، ده ب8 جنيه عند الجامع الاخر ابو قير دوت. ده موقف الباصات والمشاريع. احنا كده لو مشينا شويه دخلنا على اليمين من هنا هنطلع على مينا ابو قير وكورنيش ابو قير، ده محطه مصر برضه ابو قير. شاطئ جوه ابو قير ب 15 جنيه والله جميله جدا، والبحر هادي جدا خصوصا بعد ما اتعمل اسمها الجزيرة الجديدة دي الصناعية الجديدة، فبحر بقير عم بعمل زي حمام السباحة. شكرا يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.